كرة وراح إسلام بكرة في العمق من طبع رياض وصلته. هاي كرة جول راح رياض، دخل رياض يوصل رياض، رياض دخل قطع بنيات رياض، رياض بابا بطل. يا سلام عليك يا أيها الساحر رياض، جول الجزائر عند الدقيقة 12. يا سلام كرة إسلام لرياض، لمسة واحدة، مراوغة واحدة، تسديدة واحدة، حطها في القائم ودخلت جول. المنتخب الجزائري يفتح مجال التسجيل من رياض. كم هي سهلة كرة القدم بالنسبة إليك يا أيها الساحر، كم هي سهلة بالنسبة إليك كرة القدم يا رياض، حطها ببراعة باليسرى في القائم الأيمن وجول. المنتخب الجزائري يفعل المهم في انتظار الأهم. رياض بالبراعة والدقة، رياض والمهارة، رياض بالإبداع والثقة والجرأة والتميز. حاول التوغل، عنده الكرة مع شيب، يسرى السحلية يلعبها بينية، حذري من الكرة هذه لصالح منتخب زيمبابوي. وين يا مختار؟ وين يا مختار؟ وين يا مختار؟ وين يا مختار رايح أنت؟ وين؟ وين يا مختار رايح أنت؟ جول، جول لمنتخب زيمبابوي عن طريق ماهاتشي. يا مختار يا بالخيتر، من فضلك ابقى في مكانك، لسنا بحاجة إليك. الكرة هذه صدقة تقريبا بالنسبة للاعب ماهاتشي الذي وجد نفسه. شوف 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 وين رايح يا مختار، شوف شوف الكرة هذه وين رايح، وين وين رايح الكرة والتسديدة. لا عليك رامي القوس، انتظر نبدأ في المباراة. حكم المباراة منطقية ومستحقة، باينة باينة واضحة بيدك وبرجلك وبكل شيء. نعولوا عليك يا رئيس وهاب مولحي أمام موتشيكوي. أنا متأكد بأنه سيخرج عناصر المنتخب الجزائري ويخرجون كل ما لديهم. موتشيكوي ورئيس وهاب مولحي بثقته، مركز كثير موتشيكوي، ولكن التركيز لا يعني بأنك ستسجل يا موتشيكوي، رغم أنك متميز. اللاعب اللي يلعب في الدوري الصيني، حارس اللي أمامك ليس صينيا وليس قصير القامة. تعطيل تنفيذ الضربة بهذا الشكل قد يؤثر على اللاعب أكثر من رئيس وهاب مولحي. يرى بها برا يا موتشيكوي، هذه الضربة ضربة الجزاء في الدقيقة 28 من عمر المباراة. مركز كثير لا يريد أن ينتبه أو يشاهد حتى مولحي. أوه سجلها جول ببراعة، موتشيكوي يسجل جول ببراعة عند الدقيقة 29 من عمر المباراة. المنتخب الجزائري خاسر 2-1 أمام زيمبابوي. قلت لكم على البداية الوصف، لم يعد منتخب 2014، هذا لا يعني بأنه 2014 أفضل من هذا المنتخب. حصلت فيه مشاكل بحال وأمور خلات الأداء يكون مهلها زعزع بهذا الشكل. رياض استلم الكرة ودخل، رياض يواصل، رياض راح، رياض وجول. قلت لكم سنعدل ومن يفعلها هو رياض وياسين. هدف التعديل من رياض، استلم توغل سدد وجول للمنتخب الجزائري الذي يعدل النتيجة ويعود. هدفا لمثله ما صارت النتيجة. رياض بثنائية يبقى ممكن تقضوا عليهم بهدف ثالث. رياض استلم، رياض قرر، رياض راوغ، رياض سدد، رياض جول، جول تعادل.